دمر طيران تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية جهاز الإرشاد الملاحي لمطار صنعاء الدولي. وأفاد مصدر محلي أن مقاتلات تحالف العدوان شنت غارتين على مطار صنعاء الدولي استهدفتا برج المراقبة بشكل مباشر ومتعمد، واصفا تدمير البرج بأنه يندرج في سعي تحالف العدوان لإحكام الحصار والحظر الجوي وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية. إلى ذلك واصل طيران العدوان شن غارته على العاصمة صنعاء مستهدفا مرافق مدنية وأحياء سكنية سبق له قصفها. في السياق نفسه استهدف طيران تحالف العدوان مجددا مطار الحديدة. مصدر محلي أكد أن مقاتلات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن قصف بغارة مطار الحديدة، وكان الطيران المعادي قصف بسلسلة غارات مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأيام الماضية. ولتسليط الضوء على إمعان العدو في استهداف المطارات ينضم إلينا عبر الهاتف المدير العام لمطار صنعاء الدولي الأستاذ خالد الشايف. أستاذ خالد مساء الخير. مساء الخير أخي الحديث. بداية عرفنا على حجم الأضرار التي لحقت ببرج مطار صنعاء الدولي. صباح اليوم توجه الموظفين إلى مطار صنعاء لأداء عملهم، وكان المناوبين كلهم متواجدين باعتبار أن المطار مفتوح من جهتنا، ولا يوجد أي مشكلة أو عائق أمام فتح المطار. في الساعة 10:40 تفاجأنا بوصول طائرات العدوان وشن غارتين على المطار، استهدف الجهاز الملاحي في المطار وتم تدميره بشكل كامل. تم تدمير الجهاز الملاحي بشكل كامل، وهذا يدل على مدى نعم حقد وشراسة دول العدوان. استهداف مطار صنعاء في ظل هذا الوضع هو يعتبر استهداف للأمم المتحدة، لأن المستفيد الوحيد من مطار صنعاء في الوضع الراهن هي طائرات الأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة. الأمم من المتحدة المعلوم التي أن مطار تتحدث صنعاء عنها الآن هل اتخذت أي موقف أو تواصلتم معها؟ الهيئة العامة للطيران والمدني والأرصاد أصدرت بيان وخاطبوا الأمم المتحدة بأنه استهداف المطار في الوضع الراهن يعتبر جريمة حرب، والهدف منه بالدرجة الأولى يعني إثبات للعالم أن المطار غير جاهز فنيا. هناك مطالبات وهناك منظمات تناشد فتح المطار، وقد كان هناك ضغوط كبيرة على الأمم على دول العدوان، سواء منظمات حقوقية وإنسانية وناشطين سياسيين، ونتيجة للضغوط التي مورست على دول العدوان قامت دول العدوان باستهداف المطار اليوم لهدف نعم تدمير الجهاز الملاحي وإثبات للعالم أن المطار غير جاهز فنيا. نعم أستاذ خالد، أسأل السؤال الذي يريد أن يسأله كل مواطن في الوقت القريب، يعني ماذا إذا ضغطت الأمم المتحدة، وأنت تتحدث عن ضغوط كبيرة على السعودية بفتح مطار صنعاء، هل يستطيع أو هل هناك من ناحية فنية أنه يستطيع في وقت قريب أن يعاود العمل؟ يا أخي العزيز، الهيئة العامة للطيران والمدني والأرصاد شكلت فريق هندسي، فيها فريق هندسي مؤهل في هذا المجال، وهناك بدائل لدى الهيئة، بدائل سوف يعلن عنها في الوقت المناسب. الهيئة قادرة على توفير البدائل وعدم ترك مبرر لدول العدوان أن المطار غير جاهز فنيا. الهيئة قادرة على توفير البديل، والبدائل إن شاء الله موجودة وسوف يتم الإعلان عنها في وقته. شكرا جزيلا للأستاذ خالد شايف المدير العام لمطار صنعاء الدولي، كنت مع